كانت المواد الغذائية قبل 100 يوم أرخص بكتير. الآن كيلو البقلاوة ب80 ألف، بتروح عند الشيخ بتقول له يا شيخنا كيف نتحلى؟ بيقول لك تحلى بالصبر. إيه والله، طق قلبنا من الصبر، صار معنا سكري قد ما تحلينا بالصبر. كيلو الموز البلدي ب3500. خيي شو عم تسقوا الموز ماء زمزم انتو؟ اذا الموز البلدي ب3500، شو خليت 4000؟ صار 4000.